السلام عليكم ورشي خوتي، كيراكم غايا خوتي. حبيت نتكلم معكم في واحد السيجي نتاع الديمقراطيه. واش في بالكم باللي حنا الجزائر عندنا الديمقراطيه على جوارنا المغرب؟ نعطيكم الدليل. نتكلموا يا خوتي بالدليل على اعلى سلطه اللي هي الرئاسه. واش في ميزكم ان الرئاسه نتاعنا اي مواطن جزائري كيما كان نوعه بدون مستوى بدون دبلوم بدون نيفو يقدر يحكم فينا؟ دليل كما كتشوفوا يا خوتي عم يتبون معنو نيفو معنو مستوى يحكم في الجزائر نحبوه وجوارنا. انا هذه ما هذه يا خوتي اللي ما على باليش علاش جوارنا يحبوا عم يتبون يحبوا. ونعطيكم دي خوتي شفتوا يا خوتي كي كان عندنا بوتفليقه الله يرحمه. بوتفليقه يا خوتي اصله من المغرب مغربي. الحكايه تاعو يا خوتي هو كان في المغرب حاب يدير استاج نتاع البوليس رفضوه. علاش رفضوه يا خوتي؟ على حساب الطول ديالو. الطول ديالو يا خوتي ما كانش كيفوت متر، يعني كان الطول ديالو الحجم تاع كانيطه تاع كوكا. رفضوه وكي جا الجزائر يا خوتي ولا رئيس نتاع الجزائر. شفتوا يا خوتي الديمقراطيه. وحاجه اخرى يا خوتي حكم الجزائر لمده 10 سنوات وهو في الكروسه، يعني هو معاق وحكم الجزائر. علاه خاوتي نقول لكم باللي راه عندنا الديمقراطيه. وكما تشوفوا خاوتي هذاك الشونطور تاع الراب مستر ابي، هو كان شونطور مستر ابي، والدوله الجزائريه عطاته مدير نتاع المطار الدولي هو ري بومدين. يعني خاوتي الجزائر الدوله نتاعنا الديمقراطيه نتاعنا يا خاوتي يحكم فينا اي واحد، مثلا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، اي واحد يا خوتي عنده يحكم يحكم الجزائر. تحياتي العمي تبون والله يرحم الشهداء. 1 2 3 فيفا لاجيري.